بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من سلسلة دروس كتاب أحكام القرآن للعلامة الشيخ أبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله، وقوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما. فإن الإمام من يؤتم به في أمور الدين من طريق النبوة، هذا هو الإمام في اصطلاح العلماء، من يؤتم به. والإمام لغة، في اللغة هو كل من يؤتم به سواء كان في الشر أو في الخير. أما في اصطلاح العلماء، الإمام من يؤتم به في أمور الدين من طريق النبوة، يعني أن لا يكون الإمام صاحب بدعة، أن لا يكون الإمام صاحب بدعة. لذلك لا يصح أن تقول لشخص، وإن كان عالما بلغ من العلم رتبة، أن تقول عنه إمام، إلا أن يكون أن تقصد إماما، أن مثلا تقول إمام أن يكون إماما بالفقه مثلا، أو إماما في الحديث تقصد بذلك، لا حرج في هذا، لا مانع من ذلك. أما إطلاق كلمة الإمام هي على تطلق على المقتدى به في أمور الدين الثابتة عن طريق النبوة على ما هو عليه أهل السنة والجماعة. قال: وكذلك سائر الأنبياء أئمة عليهم السلام. لماذا كانوا أئمة؟ قال: لما ألزم الله تعالى الناس من اتباعهم والائتمام بهم في أمور اتمام الاقتداء يعني بهم في أمور دينهم. فالخلفاء أئمة لأنهم رتبوا، جعلوا في المحل الذي يلزم الناس اتباعهم وقبول قولهم وأحكامهم. والقضاة والفقهاء أئمة أيضا، ولهذا المعنى الذي يصلي بالناس يسمى إماما، لأنه إذا كبر، إذا ركع ركعوا، إذا رفع من الركوع رفعوا، إذا سجد سجدوا، لأن من دخل في صلاته لزمه الاتباع له والائتمام به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وقال: لا تختلفوا على إمامكم. فثبت بذلك أن اسم الإمامة مستحق لمن، يعني ثابت لمن يلزم اتباعه والاقتداء به في أمور الدين، لا حيث مطلق، أو في شيء منها، أو في شيء منها، كأن يكون صاحب بدعة في العقيدة وهو إمام بالفقه، تقول: قال الإمام فلان، يعني تقصد أنت بالفقه. وقد يكون محدثا وليس فقيها، تقول: قال الإمام، يعني في الحديث. وقد يسمى بذلك، لاحظة، من يؤتم به في الباطل، هذا يرجع إلى أصل الإمام في اللغة. إلا أن الإطلاق لا يتناوله، عندما تقول قال الإمام يعني الذي ينبغي أن يتبع على وجه الحق. قال الله تعالى: لذلك أحبابنا، بعض أقول علماء ويكونون هم على غير منهج أهل السنة، أو يكونون مثلا من أتباع الطغاة، أتباع الظلمة،
يكونون يحرصون على أن يطلقوا على أنفسهم لفظ الإمامة، وربما يلزمون تلامذتهم أن يقولوا قال الإمام فلان، يطلقون يعني يلزمون الناس هم عندهم سلطة أن يطلقوا عليهم هذا اللفظ هنا، والواقع أنهم غير جديرين بإطلاق هذا اللفظ عليهم. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. لاحظ يطلق الإمام على من يدعو إلى ضلالة، فسموا أئمة لأنهم أنزلوهم بمنزلة من يقتدى بهم في أمور الدين، وإن لم يكونوا أئمة يجب الاقتداء بهم، كما قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون، وقال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني في زعمك واعتقادك. لذلك أنت إذا أردت أن تمدح عالما تختصر عبارات المدح بأن تقول فلان إمام، إنه إمام يعني يقتدى به، تقتدي به وأنت مغمض لعينيك. ما إذا قال يسمع له، وإذا أمر يطاع لأنه إمام منضبط، ما عرفنا عنه إلا أنه منضبط بالكتاب والسنة. إذا كان هذا المنضبط بالكتاب والسنة لا يقتدى به، فمن ذا الذي نقتدي به؟ فإذا أردت أن تثبت مكانة لفلان تقول إنه إمام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي أئمة مضلون. لاحظ عندهم علم، يحفظون القرآن، يحفظون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يحرفون القول ويغيرون ويؤولون الأحاديث والآيات وفق أهوائهم. هذا هو عين الضلال، هذا هو عين الضلال. تجد وأحدهم يبحث عن الأقوال التي نص العلماء على أنها مردودة على قائلها، يقول يأتي بها ويقول قال فلان، ويوهم السامعين بأن هذا هو قول المسلمين، وفي الواقع لا، المسلمون ما ذهبوا إلى هذا، وهذا كثير في زماننا هذا كثير. وهؤلاء تجد الأضواء تسلط عليهم، بينما من يجهر بالحق وينضبط بالكتاب والسنة ولا يميل إلى الباطل وإنما وجهته وقبلته الحق، هذا يعمى عنه ولا يذكر بل يحذر منه. هؤلاء المضلون يحذرون منه، ليه؟ لأن طهارته تظهر نجاستهم، لأن نقاءه يظهر قذارتهم، وهكذا. والإطلاق إنما إطلاق كلمة إمام إنما يتناول من يجب الائتمام به في دين الله تعالى وفي الحق والهدى. ألا ترى أن قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما قد أفاد ذلك من غير تقييد، وأنه لما ذكر أئمة الضلال قيده بقوله يدعون إلى النار، فإذا أطلق الإمام يكون المراد به أئمة الهدى، إذا أطلق الإمام يراد به أئمة الهدى. أما إذا أريد بالإمام غير أئمة الهدى، لا بد من التقييد، إذا أريد بالإمام غير أئمة الهدى. قال وإذا ثبت أن اسم الإمامة يتناول ما ذكرناه، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أعلى رتبة الإمامة، ثم الخلفاء الراشدون بعد ذلك،
ثم العلماء والقضاة العدول، لاحظ، ومن ألزم الله تعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة في الصلاة ونحوها. طبعا عامة الناس ما عندهم علم، يميزون المحق من المبطل، الدعية من الصادق. ولكن أنت يا طالب العلم، أنت أيها المتعلم، عندك علم تميز من خلاله الغث من السمين والخبيث من الغير الخبيث، الطاهر من النجس، المستقيم من المعوج، فلماذا عندك أدوات البيان والتبيين تتركها جانبا وتتبع من تدلك أدلتك على أنه غير مقتدى به؟ لماذا تتبعه أنت؟ ليه؟ لأنه يوافق هواك وتلهث وراء دنيا لا تأتيك إلا من خلال فلان. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، آمين آمين. فأخبر الله تعالى في هذه الآية عن إبراهيم عليه السلام أنه جاعله للناس إماما، وأن إبراهيم سأله أن يجعل من ولده أئمة بقوله ومن ذريتي، لأنه عطف على الأول فكان بمنزلة واجعل من ذريتي أئمة. ويحتمل أن يريد بقوله ومن ذريتي مسألته تعريفه هل يكون من ذريته أئمة. إذن قوله عليه السلام ومن ذريته فيها معنيان. المعنى الأول أن النبي إبراهيم عليه السلام سأل الله أن يجعل من ذريته أنبياء وأئمة يقتدى بهم، أو يسأل الله عز وجل هل من ذريتي من يكون إماما يقتدى به. هذان المعنيان المحتملان من قوله في قول تعالى ومن ذريتي. فقال تعالى في جوابه قاعدة عامة، هذه أحبابنا، هذه قاعدة عامة، لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. لاحظ، عهد فاعل، الظالمين مفعول به، جعل أن الكرامة هي تذهب وتأخذ من تريد أن يلبسها أو أن يظهر عليها. العهد هو الذي يختار، هو الذي يختار. لا ينال عهدي الظالمين. هنا لابد أن نقف دقيقة خارج الكتاب، أن الشيخ الآن أكيد سيعرض مختاره من الخروج على الأئمة، أو مختاره من في مسألة الإمامة. هل هنا لا ينال عهد الظالمين؟ قال أهل السنة والجماعة معنى هذا أي لا تصيب الإمامة، الإمامة مطلق الإمامة، قصدي الإمامة في الدين، يعني لا تصيب الإمامة بحيث يصير الإنسان حاكما، يعني خليفة. أن دلت هذه الآية عند أهل السنة والجماعة أن الإمامة لا تصيب أهل الظلم من ولدك، والخطاب لإبراهيم عليه السلام. أهل الظلم، قال العلماء أهل السنة والجماعة، المراد بالظلم هنا الكفر. فأخبر الله تعالى أن إمامة المسلمين لا تثبت لأهل الكفر، وبذلك يكون الله عز وجل قد أخبر إبراهيم عليه السلام أن من أولاده من يكون كافرا. يعني لما قال لا ينال عهد الظالمين، لما قال لا ينال عهد الظالمين بين، لما قال لا ينال عهد الظالمين بين الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام أن من أولاده من يكون كافرا، من ذريته يعني، لأن المراد بالظلم هنا كما قلنا الكفر، وليس مطلق الظلم المراد به الكفر. ولكن الذي ذهبت إليه طائفة من المعتزلة
ولعل هذا أكثر المعتزلة، وذهب إليه أيضا طائفة من أهل السنة والجماعة، أن المراد بالظلم هنا الكبيرة، مرتكب الكبائر الذي يظلم، يأخذ مسلم هو مصلي معترف بكل أركان الدين إلا أنه يرتكب الكبائر ويظلم الآخرين، نعم الفاسق، يعني المراد بالظلم هنا الفاسق. فقالوا هذه الآية لا ينال عهد الظالمين دليل صريح واضح على أن الفاسق لا يكون إماما، وكيف يكون الظالم إماما؟ والإمام إنما جعل ليكف ظلم الناس بعضهم عن بعض. فإذا جعلنا هذا الظالم إماما يتحقق فينا قول القائل من استرعى الذئب فقد ظلم، إذا أتيت بذئب وجعلته راعيا للغنم فقد ظلمت الغنم أنت، لأنه سيأكلهم كل يوم يأكل واحد. وهذا أحبابنا هذا كما قلنا هذا مختار، هذا الذي ذهبت إليه طائفة من المعتزلة وطائفة أيضا من أهل السنة والجماعة، وسيبين المصنف ذلك في كلامه. طبعا الجواب كما قلنا قبل قليل، الجواب على هذا أن المراد بالظلم هنا الظلم المطلق، المراد بالظلم هنا الظلم المطلق الذي هو الكفر، الذي هو والعياذ بالله الكفر، وليس المراد به الفسق، وليس المراد به الفاسق. ويحتمل أن يريد بقوله ومن ذرية مسألته تعريفه هل يكون من ذرية أئمة، فقال تعالى في جوابه لا ينال عهد الظالمين، فقال تعالى في جوابه لا ينال عهد الظالمين، قال فحوى ذلك معنيين. نذكر الآن، نبقي في أذهاننا مختارة جمهور أهل السنة والجماعة بأن المراد بالظلم هنا الظلم المطلق وهو الكفر، ومختار طائفة من المعتزلة وطائفة من أهل السنة، وهو قول الخوارج جميعا، فاتني ذلك، قول الخوارج جميعا بأن الفاسق لا يولى ويفترض الخروج عليه، هذا قول الخوارج جميعا. لذلك الآن أئمة الضلال في هذا الزمان إذا رأوا عالما يقول بالخروج على الحكام الظلمة الطغاة مباشرة يقولون فلان من الخوارج، ينعتونه خارجي ولا ينعتونه من المعتزلة، لأن مذهب المعتزلة فيه طوائف، أما الخوارج كلهم يقولون بأن الإمام إذا كان فاسقا يخرج عليه بالسيف، هذا مذهب الخوارج. مذهب جمهور أهل السنة والجماعة لا يتم الخروج إلا بشروط ربما يتعرض لبعضها الآن الشيخ. قال فحوى ذلك معنيين، أنه سيجعل من ذريته أئمة، إما على وجه تعريفه ما سأله أن يعرفه إياه، وإما على وجه إجابته إلى ما سأل لذريته بأن يجعل الله عز وجل من ذرية إبراهيم أنبياء، إذا كان قوله ومن ذرية مسألته أن يجعل من ذريته أئمة، وجائز أن يكون أراد الأمرين جميعا، يعني أراد إبراهيم عليه السلام في قوله ومن ذريتي أن دعا طلب من الله أن يجعل من ذريته أئمة، وسأله أيضا هل يكون من ذريتي أئمة، وهو مسألته أن يجعل من ذريته أئمة وأن يعرفه ذلك، وأنه إجابة إلى مسألته، لأنه لو لم يكن منه إجابة إلى مسألته لقال
ليس في ذريتك أئمة. وقال لا ينال عهدي من ذريتك أحد. فلما قال لا ينال عهد الظالمين دل على أن الإجابة قد وقعت له في أن في ذريته أئمة. ثم قال لا ينال عهد الظالمين، فأخبر أن الظالمين من ذريته لا يكون أئمة، ولا يجعلهم موضع الاقتداء به. فيكون في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين جواب لقول إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي، جواب للسؤالين. فأخبر قال وقد روي عن السدي في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين أنه النبوة، أي المراد بالعهد النبوة. وعن مجاهد أنه أراد أن الظالم لا يكون إماما، يعني حاكما ولا سلطانا. وعن ابن عباس أنه قال لا يلزم الوفاء بعهد الظالم، يعني إذا كان ظالم قد أخذ العهد من الرعية بالسيف قال لا يلزم الوفاء بهذا العهد، فإذا عقد عليك في ظلم فانقضه، رد إليه عهده. هذا مروي عن ابن عباس. وقال الحسن ليس لهم عند الله عهد، عند الظلمة ليس لهم عند الله عهد يعطيهم عليه خيرا في الآخرة، يعني الظلمة لن ينالهم خير من الآخرة في الآخرة، لأن الخير الباري عز وجل عاهد ووعد بالخير في الآخرة من كان على منهج الأنبياء، والظالم ليس على منهج الأنبياء فلا يكون له عهد عند الله.